السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا يا ولاد البراكتس تيست 1، امتحان تدريبي الأول، صفحة 11. هنحل السؤال الخامس اللي هو ذا ريدر. السؤال ده هو دي ده بقى ما نشوف السؤال ده اللي هو الحرف دي في الامتحان معناه سؤال القصة. بناخد قصة سنتياجو. طبعا سنتياجو واحد اسمه سنتياجو، بيقول لي اختار هنا choose the correct answer من A or B أو C أو D. هنا بيقول لي سنتياجو واز، الفعل هنا فين؟ انت عارف ان واز، يبقى الفعل هنا سنتياجو. خلاص، هنا بيقول لي سنتياجو كان ايه؟ بايلوت طيار، تاكسي درايفر سائق تاكسي، فيشرمان صياد، فارمر مزارع. طبعا كان صياد سمك، فيشرمان. سنتياجو ترافلد تو، الفعل هنا المنتهي بإي دي، يبقى هو ده مين الفعل؟ يبقى فين الفاعل؟ اهو اللي قبليه. سانتياغو ترافل تو، سانتياغو سافر الى ايه؟ ها، اسيا اسيا، افريقيا افريقيا، ولا امريكا امريكا، ولا كيوبا؟ سافر طبعا الى افريقيا. سؤال سهل. Answer the following questions، اجب على الاسئله التاليه. Who wrote the old man and the sea؟ من كتب الرجل العجوز والبحر؟ طبعا ده واحد اسمه إرنست هيمينجواي. هنحفظ اسم الكاتب بتاع القصة، إرنست هيمينجواي. Why is it important to be patient while you are fishing؟ لماذا من المهم أن تكون صبور بينما أنت تصيد السمك أو تصطاد السمك؟ قاله because of dangerous، because of مثلا نقول ايه difficulties، بسبب الايه because there are difficulties. نحفظ بس الجملة دي. لو جات لي في الامتحان دي هناك، ليه لازم اكون صبور وانا بصطاد؟ لان هناك بيكون في ايه صعوبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.